متحدثين، وسنعود إلى بولا وزيرة المعلومات وتكنولوجيا المعلومات برواندا. تفضلي سيدتي. أرجو أنكم تسمعوني، فنحن نواجه صعوبة فنية في أن نسمعكم. سوف أتوخى الإيجاز، فقد حدثنا بول عن منافع التوصيل لكل أطراف الشأن، وسوف أعود إلى مثل رواندا وما يمكن القيام به في بالإضافة إلى اعتماد الإصلاحات الإنظامية والتشريعية الكفيلة بالتوصيل وبتوصيل متاح للجميع. نحن ندرس سياسات إمكانية الوصول إلى الخدمات وإلى تخفيض الأسعار مما ينهض بالتوصيل للجميع وعدم تخلف أحد عن الركب، كما أننا نسعى إلى حفز الطلب. يمكنك أن توفر التوصيل بالنطاق العريض والسرعة العالية، ولكن أنت أيضا بحاجة إلى المهارات لرقمنة الخدمات ولتوفير الأجهزة بثمن معقول، مما يتيح للمواطنين الاستفادة من البنى التحتية التي توفر لهم. كما وهناك دور للقطاع الخاص لتوفير هذه البنى التحتية وهذه الأجهزة بثمن معقول، فإن التوصيل بثمن معقول ولا يتوقف على طرف واحد بل على أكثر من طرف. شكرا، شكرا جزيلا. السيد اللي وكيل الأمين العام للشؤون الاجتماعية والاقتصادية لدى الأمم المتحدة، هل له أن يتوجه إلى المنصة للإجابة على هذا السؤال؟ تعتذر المترجمة إن الصوت متقطع وتتعذر الترجمة. قمت بإعداد بيان، ولكن أود أن أحدثكم عن بعض عناصر رئيسية في هذه الدورة السنوية لمنتدى حوكمة الإنترنت. فإن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية تعتقد أنه تستطيع أن تتقدم بأكثر من مساهمة، ويتوقف المتحدث عن الحديث. أولاً علينا أن نسلم بدور منتدى حوكمة الإنترنت كشبكة الشبكات، فإن هذا المنتدى قد تبادل التجارب والخبرات الطيبة على مر السنين وسعى إلى تحديد الحلول السياسية لتوصيل من هو غير موصول. للمنتدى 150 مبادرة وطنية وإقليمية ودون إقليمية، وإن الجزء الأكبر منها في الجنوب المعلوم ويساهم في تبادل الخبرات في حوكمة الإنترنت. وإن حوكمة الإنترنت تساهم أيضا في بناء القدرات المحلية، إن منتدى حوكمة الإنترنت يستطيع أيضا أن يسرع التوصيل العالمي من خلال إحياء شراكات جديدة وتوليد أفكار مبتكرة. ثانيا، ماذا بعد منتدى حكومة الإنترنت؟ فإن إدارتنا تتواصل من خلال مناقشات مع أطراف الشأن بشؤون العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وإنها تنقل نتائج الاجتماعات السنوية لمنتدى حوكمة الإنترنت إلى المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة دعما لأهداف التنمية المستدامة، وإنه منتدى هام
ومنذ عام 2015 اجتمعت كل الأمم عام بعد عام في نيويورك بغض بلورة الإنجازات في مجال تطبيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك في إطار المنتدى السياسي رفيع المستوى. وفي البيان الوزاري الأخير دعا المنتدى إلى اتخاذ تدابير مختلفة تمت بصلة ونقاشنا اليوم، بما في ذلك النهوض بالتكنولوجيا الرقمية والتوصيل على نطاق العريض. ثانيا المضي قدما بشمولية الإنترنت والتعليم على الإنترنت أخيرا وغير آخرا فتطوير المهارات المتعلقة بالإنترنت. إن إدارتنا تؤيد التكامل في أنشطة منتدى حوكمة الإنترنت وآلية التنمية المستدامة التي قد تشاركت مع الآلاف من أصحاب الشأن في مجال العلم والتكنولوجيا منذ إطلاقه. ثالثا إن البحوث فيما يتعلق بالحكومة الإلكترونية قد تكون مفيدة، ونحن نحلل استخدام الحكومات والخدمات العامة التكنولوجيا لتوفير خدمات للشعب. نحن أطلقنا في عام 2030 مسحا إلكترونيا للأمم المتحدة فيما يتعلق بمستقبل الحوكمة، وإن هذا المسح يكون أساسياً للاطلاع على معالجة الحكومات لجائحة كوفيد-19. إن الصوت يتقطع ويقرأ المتحدث نصاً لم يوزع على المترجمين الفوريين زائد التوصيل الإلكتروني عن بعد، فكل ذلك لا ييسر الترجمة بل يصعبها. في نهاية المطاف فإن التكنولوجيا ينبغي أن تخدم التنمية المستدامة وأهدافها ولا تترك أحدا يتخلف عن الركب. إنه دورنا وتعهدنا. وشكرا. شكرا جزيلا للسيد لي، وأعطي الكلمة الآن للسيد أنطونيو بيدرو وهو الأمين التنفيذي الانتقالي. كيف لي الشركات المتعددة الأطراف أن تساهم في توصيل منخفض الثمن، وكيف تطلعون إلى دور الأطراف الفاعلة المختلفة مثل الحكومات والقطاع الخاص في هذا المجال؟ وهو السؤال الذي يقوم المتحدثون بالإجابة عليه. إن صوت المتحدث متقطع، تعتذر الترجمة. سوف تتواصل الترجمة متى يعود الصوت. المعدي.
تعتذر المترجمة إن الصوت رديء للغاية، وإن هذه النوعية من الصوت لا تجعل الترجمة مستحيلة، بل أنها تضر بأذني المترجمين وبصحتهم. ذلك جزء من الدقيقتين، أرجو أن لا يكون الأمر كذلك. إن اسمي كوجو بواكي، وإنني مدير الشؤون السياسات العامة في أفريقيا والشرق الأوسط في ميتا. شكرا للدعوة الموجهة لي، إنها المشاركة الأولى في هذا المنتدى منذ أن أعمل في هذا القطاع. نحن كلنا مقتنعون بضرورة وبأهمية الشركات متعددة الأطراف وأصحاب الشأن، أعتقد أن السؤال المتعلق أصحاب الشأن هو سؤال دقيق. نحن نتحدث في العموم عن الحكومات التي تضع الأطر والأنظمة التشريعية. تعتذر المترجمة، إن الصوت رديء لا يصل إليها إلا بصورة متقطعة وبصدى كبير. انتهت الدقيقتان، هل لي أن أخذ منكم 15 ثانية إضافية؟ عندما تنجح الشراكة يمكنكم أن تنفذوا مشاريع كالمشاريع الثلاثة في أفريقيا للربط بين الغرب والشرق من أفريقيا من خلال وصل 33 دولة في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط، وعلى الجميع أن يعرف دوره وأن ينفذه. وعفوا على الإطالة السيدة المنشطة، سوف نحن إلى الآن السيد إثنو، نحن ندرك أهمية التوصيل، ولكن التوصيل مكلف ونحن بحاجة إلى استثمارات، وإن نشر الألياف البصرية وتكنولوجية 4G و5G مكلف للغاية. نحن بحاجة إلى التعاون بين الحكومات والتمويل الخاص والقطاع العام والقيمين على التوصيل، ولا بد من التأكد من أن التمويل ومد التكنولوجيا ينصب في إلى تلك نحو الأماكن والجماعات التي تكون بحاجة إليها. فإن الحكومات تستطيع أن تيسر عملية النشر، إلا أن القطاع يستطيع أيضا أن يساهم في نشر هذه التكنولوجيا على نطاق الجماعة، ولكن نحن بحاجة، فإن المستثمرين بحاجة إلى وضوح في الاستثمار. فإن التوصيل ينبغي أن يكون منخفض الكلفة، ولكن لا يمكننا أن نخاطر بالسماح
بتدخل للحكومات من في غير محله أن توقف الشبكات وأن يتم ثم إعاقة البروتوكولات. ونحن نؤيد الإنترنت المفتوح ونحن نرفض كل محاولة لتفتت الإنترنت من وإن ذلك يمس بالديمقراطية بالإنترنت وبالتوصيل العالمي. وشكرا. وكانت هذه المتحدثة مجهولة الهوية. الصوت يتقطع من جديد. المنشطة، إن أفريقيا تواجه تحديات كثيرة في أكثر من مجال فيما يتعلق بتوصيل الطلاب، الافتقار إلى الأجهزة، مضمون التطبيقات والتربية. وعدم انخراط فعال. تعتذر المترجمة إن الصوت رديء للغاية. تصوروا وضعنا منذ 30 عاماً قبل وصول عهد الإنترنت. كان الحديث عن الأمن التكنولوجي إسوة بالأمن الغذائي. فعوضاً عن إقفال الإنترنت ينبغي أن تستمر خدمة الإنترنت بشكل متواصل. نعود إلى استراتيجية التحول الانتقالي التكنولوجي والرقمي لأفريقيا التي ترمي إلى تصنيع عدد من الأجهزة الإلكترونية بحلول العام 2030 في أفريقيا. إن ذلك والمزيد من المبادرات ذلك يخفف من اعتماديتنا على التكنولوجيا ويكفل الاستمرارية. إن الصوت متقطع للغاية. تعتذر المترجم. شكرا جزيلا. إن كلفة نشر التكنولوجيا يؤثر على إتاحتها بثمن منخفض، كما أن التنظيم والبنى التحتية تؤثر على الكلفة. إن كلفة رأس المال لتمويل هذه البنى التحتية تؤثر على إمكانية التوصيل. تعتذر المترجمة إن الصوت رديء للغاية. لا صوت لهذا المتحدث الجديد. لكم تسمعوني.
تحديات مختلفة ومتعددة نحاول مواجهتها في مجالات ثلاثة: الوصول والاعتماد وخلق القيم. بالنسبة إلى الوصول، فإن المشكلة تكمن في وضع التكنولوجيا. الكلفة تمثل قيود كبيرة، كلفة الخدمات وبطبيعة الحال كلفة الأجهزة، وهذا يعود بنا إلى السؤال الأول المتعلق بأهمية الشراكات والتعاون فيما بين أصحاب المصلحة. الركيزة الثانية هي عملية الاعتماد، وتم الإشارة إلى ذلك، الحاجة للكفاءات الرقمية، وهذا أمر حيوي، وبطبيعة الحال نحتاج إلى المحتوى المحلي واللغة المحلية التي تمثل مسألة حيوية. والركيزة الأخرى هي إحداث الأثر، إمكانية الحصول على الخدمات التعليمية والحكومية والمالية. وبالنسبة للإنترنت فإن ذلك يمثل قيمة أساسية لحياة الأشخاص، وهناك أيضا حاجة تمكين الأشخاص حتى يصبحوا يتمكنوا من الابتكار وتقديم خدمات جديدة تضيف قيمة للآخرين. شكرا، شكرا جزيلا. السيد بالتشاريبا من هيئة الاتصالات الإثيوبية وهو معنا هنا، تفضل سيدي. وتعتذر المترجمة لرداءة الصوت من المصدر، ما يتعذر معه الترجمة، وسنعاود خدمات الترجمة الفورية حالما يتحسن الصوت. خير، اسمي أنا كواكا، وأنا رئيسة الشراكة العالمية الشاملة التي تم إطلاقها مؤخرا. قمنا بتطوير إطار سياسي، والهدف من وراء ذلك كان أن السياسات واللوائح تركز على واقع العالم المتعدد، وهذا الإطار
يقدم توجيهات للعمل الذي من شأنها أن يدعم عملية الربط يسيرة الكلفة والتي يمكن الوصول إليها. ولدينا أهداف محددة بالنسبة لعملية الحصول على الإنترنت بكلفة ميسورة سيما بالنسبة للمناطق الريفية. وهنا يعتري الأمر أهمية بالغة لأجل إدماج الأهداف الجنسانية، لأنه إذا لم يكن لدينا هذا الإدماج لن نتمكن من سد هذه الثغرة. لذلك يجب أن نركز على الأهداف وكيفية معالجة الثغرات الجنسانية. ولدينا أمثلة حول هذا النوع من الأطر التي تم إنشاؤها في دولنا مثل بنين و جمهورية الدومينيكان، كما أننا نوصي وفي إطار هذا الإطار أن ننظر في التراخيص والكلفة الميسورة، وذلك لأجل الحلول للمجتمعات والتي تكون مقدمة من خلال حلول. وهناك الكثير الذي يحدث على مستوى منتدى حوكمة الإنترنت والذي سينظر في المجموعات الريفية والتكنولوجيات الأخرى وكيف تستفيد من النظر في نماذج التكنولوجيا المختلفة ونماذج التمويل المختلفة لأجل سد الثغرة وضمان أن الأشخاص في المناطق الريفية لديهم إمكانية الحصول على الربط من خلال كلفة أو بتكلفة ميسورة. شكرا جزيلا. قبل أن أتقدم ببعض الملاحظات، أود أن أحيي الدولة المضيفة إثيوبيا وبطبيعة الحال الوزير معالي بتيمولو الذي هو متواجد معنا هنا، وبطبيعة الحال الوزراء، وشكرا جزيلا على هذا الترحيب. وهذه المرة الأولى التي نسافر فيها إلى أديس أبابا، ونحن نأتي من بلد بعيد، لدينا فرق توقيت 7 ساعات، ونحن سعداء للغاية للمجيء إلى هنا للمشاركة في هذه الفرصة وأن نلتقي مع أشخاص من ذوي العلم في هذا القطاع. أود أن أقول بعض الكلمات عن بعض ما نقوم به في بابوا غينيا، وأود أن أشكر منتدى حوكمة الإنترنت لمساعدة الجميع للحصول على الإنترنت وضمان أن لا نترك أحدا خلف الركب. لقد عمل بلادي بابوا غينيا على تحويل الإنترنت، ونعرف أن الإنترنت هو عامل ممكن لأجل التحول الرقمي. لذلك نحن سعداء لتواجدنا هنا في هذا الاجتماع بالغ الأهمية هذا العام. نركز مرة أخرى على البنية التحتية الأوسع، وذلك لكي نركز على الهدف الأكبر المتعلق بالأصول والتعويل، وسنجري تعديلات على تشريعاتنا ل2009، وذلك حتى نعمل على ضمان توصيل الإنترنت لكافة المواطنين في بلادنا. في بداية سبتمبر أيلول سنحت لي الفرصة لحضور اجتماع الأجئة في سنغافورة، والتقيت مع عدد من الأشخاص المثيرين للاهتمام. وإذا ما أتحتم لي الوقت فأنا أتي من بلد بعيد للغاية. شكرا جزيلا. مع وزارتي وشعبة الاتصالات ركزنا على إمكانية التوصيل، ونركز على الاتصال واسع النطاق، ونركز على ما يقوم به العالم في هذا المجال في الوقت الراهن. شكرا جزيلا.
وتعتذر المترجمة لرداءة الصوت من المصدر، وسنعاود الترجمة حالما يتحسن الصوت. هناك من يومئ برأسه، شكرا جزيلا. أنا أعمل لدى ICANN، وكل مرة تذهبون إلى إنترنت وتعتذر المترجمة لرداءة الصوت مرة أخرى، وسنعاود الترجمة حالما يتحسن الصوت. أحد التحديات التي نواجهها الآن هو أنه عندما تم إنشاء الإنترنت كانت اللغة المعمول بها هي اللغة اللاتينية واللغة الإنجليزية، والآن التحدي الأكبر هو أن نضمن أن يمكن للجميع حول العالم الحصول على الإنترنت من خلال استخدام لغاتهم، ونعمل على النهوض باللغات المحلية. هناك أمر آخر نقوم به، ويتفق الجميع معي أنه بالنسبة لأفريقيا يجب أن نفكر بشكل مختلف، ويجب أن نقوم بإدارة أعمالنا بشكل مختلف. ولدينا التحالف لأفريقيا مع الرقمنة، ونحاول التفكير في كيفية القيام بالأمور سويا. وبالنسبة لICANN، طلعنا بالاستثمار الأول وقمنا بإطلاق المجموعة الأولى من هذه الحركة في كينيا، ورأينا إذن أثر فوري على هذا الاستثمار. إن الأشخاص الذين يحصلون على الإنترنت الآن لديهم إمكانية الحصول على الإنترنت بشكل أسرع وأيسر. ولأجل المضي قدما، يجب أن نعود مرة أخرى إلى عملية إعادة التفكير حول الأمور، وأن نعمل على النهوض بأمر نعتبره بالغ الأهمية، وهو المحتوى المحلي. وتعتذر المترجمة مرة أخرى لرداءة الصوت، ما يتعذر معه الترجمة بشكل دقيق. إن الخدمات الأخرى ومبادرات خاصة وعامة تلعب دوراً أساسياً، لأنها تساعدنا على رأب هذا الصدع الرقمي، وألا نترك أحداً خلف هذا الركب بالنسبة للتطور الرقمي. وبالنسبة المساواة الجنسانية، يجب أن نعمل على ضمان توفر الموارد بشكل متكافئ بين الجنسين. وقمنا بدراسة مع UN Women حول الحصول على الأموال لأجل تحسين الربط، ولم يتم استثمار الأموال في هذا الهدف، ونحتاج إلى سد الثغرة الموجودة في الوقت الراهن. شكرا. وتكرر المترجمة اعتذارها مرة أخرى لرداءة
نحتاج إلى العمل سويا لضمان تلبية احتياجات المجموعات المهمشة، وأن نطور حلولا تستجيب لهذه الاحتياجات. لدينا عدد من المشاريع الريادية، ولدينا التحالف الرقمي، وهذه مبادرة أممية. لدينا أكثر من 500 تعهد تم التقدم بهم بمبلغ 500 مليار دولار، ونتطلع لزيادة هذه المبالغ. ولدينا مشروع آخر في مجال ربط المدارس، ولدينا الجهود المبذولة والرمية إلى ربط المدارس بالإنترنت حتى يتمكن كل الشباب من الحصول على المعلومات. وهناك جهود أخرى ذات صلة بالنساء والفتيات، والتي تعمل على تحسين الربط. وسأعود إلى هذه المسألة، وسأشير إلى العمل الذي نجريه على مستوى الفتيات الأفارقة. شكرا جزيلا. هل تسمعونني؟ أعتذر، لقد أخذت الكلمة ظنا مني بأنك أعطيتني إياها. حتى نضمن الشمولية قدر المستطاع، نحتاج إلى اعتماد نهج متعددة الأطراف، وأنك على شراكات في قلب الجهود، لأن ما من أحد يمكن له أن يواجه هذه التحديات بمفرده. نحتاج إلى العمل بشكل متقاطع وبعيدا عن العمل الفردي، حتى نضمن أن كافة الطلبات يتم مواجهتها والاستجابة لها. ونحن نتطلع تطوير مبادرات تلبي هذه الاحتياجات، ولدينا مثال التعهد بالتحالف الرقمي. وكانت لدينا تعهدات وصلنا إليها منذ شهرين في كيغالي. لدينا أكثر من 500 تعهدات بكلفة 29 مليار دولار من الاستثمارات. كما لدينا برنامج الربط للمدارس، ولدينا برنامج ريادي لرواندا تعمل إلى جانب اليونيسف، ويهدف إلى ربط كافة المدارس بالإنترنت حتى تتاح الفرص للتلاميذ بالحصول على المعلومات المختلفة. ونعمل أيضا على النهوض بنماذج مستدامة في المدارس، ولكن أيضا في مجالات أخرى للاستدامة. ونركز أيضا على الشراكات فيما بين القطاعين العام والخاص، وهذه مسألة رئيسية. شكرا جزيلا. والصوت غير واضح مرة أخرى من القاعة في أديس أبابا. هل تسمعني؟ نحن نعاني لنسمعك، وسأستأنف من حيث توقف المتحدث الأخير. عملية التحول لأجل ضمان ربط ميسور الكلفة، وهذا يقودني إلى السؤال الثاني ذو الصلة بالتحديات، حتى يتمكن الأشخاص من الحصول على ربط ميسور الكلفة وذو مغدى. ولدينا كلمة مفتاحية هنا هي التكلفة الميسورة، ولدينا بعض الحزم التي يمكن أن نطورها لضمان برامج ميسورة الكلفة.
والآن أعرف أن دورين وغيرها من المتحدثين قد تحدثوا عن مسألة الوصول إلى الاعتمادات، نؤكد على أن هذه الاعتمادات غير كافية. النقطة الأساسية هي كيفية توزيع هذه الاعتمادات المالية الموجودة، وكذلك كيف يمكن أن يتم توجيهها إلى هذه القارة حتى يمكن أن يتواصل الجميع عبر شبكة الإنترنت. من ناحية نشير إلى ما هو المقصود بالتواصل عبر شبكة الإنترنت بصورة موضوعية، وأشرنا إلى مجموعة من المشروعات التجريبية التي تمكن لنا من أن ننتقل من نموذج للأعمال التقليدي وأن نصل إلى حلول تمكننا من استخدام شبكة الإنترنت بصورة أفضل، وكذلك تنفيذ هذه البرامج عبر شبكة الإنترنت في المدارس. الجزء الأخير من السؤال حول كيفية أن نتأكد تماماً من أن هؤلاء المهمشين قد تم تضمينهم بصورة ذات مغزى. علينا أن نتوخى الحذر. استمعنا كذلك إلى مسألة المقاربات المستخدمة بصورة عامة، وكذلك كيف يمكن أن نصل إلى الجميع ويتم تضمينهم بصورة عملية. لا نستطيع أن نقوم بذلك ما لم يكن هناك دعم. علينا أن نحدد أولاً ما هي احتياجات المجموعات المختلفة، ثم بعد ذلك نضع البرامج ونطبقها بحيث تلبي احتياجات الجميع. شكراً. شكراً. عندما طرحت هذه الأسئلة فكرت في أننا نتحدث عن أفريقيا كقارة، من الأهمية بمكان أن ننظر إلى هذه القارة. نحن هنا نحاول أن نقدم يد العون والمساعدة في هذه القارة. علينا أن نفكر في كيفية تنفيذ الأعمال. بالطبع علينا أن نفكر في كافة المشاكل الموجودة ونعمل على حلها. إن الحلول يجب أن تأتي من هذه المنطقة. إن الإنترنت لأفريقيا يجب أن ينبع من هذه القارة. وبالتالي نتحدث هنا عن بعض الخبرات. كنت في أمريكا اللاتينية وأطرح سؤالاً، لماذا من الأهمية بمكان بالنسبة للجميع أن يعتمد على شبكة الإنترنت؟ علينا أن نفكر في المشاكل الخاصة بالفقراء والمهمشين، كيف يمكنهم الحصول على المعلومات؟ إذا ما استطعنا أن ندمج الجميع ونيسر تواصلهم عبر شبكة الإنترنت، هذا سيكون جزءا من الحل. إن شبكة الإنترنت يمكن أن تقدم هذا الدعم. شكرا. شكراً. أود أن أشير إلى التعليقات السابقة والخاصة بالحلول من خلال السياق المحلي. لدينا في بلدنا عدد من المشروعات التي تأتي بالشباب في معسكرات، ونبدأ في التعلم وخاصة الأمور التي تتعلق بالذكاء الاصطناعي. نعمل على مشاركة الجميع وخاصة النساء والأطفال، ولدينا نحو 25,000 من الفتيات وكذلك السيدات، والعدد يتزايد. لدينا كذلك مشروع في الكونغو برازيفيل والذي يأتي بالنساء والفتيات والأطفال من أجل الاستفادة من هذه الفرص التعليمية. مرة أخرى، إن مسألة تحسين البنية الأساسية وبنائها تساعد على اختراق شبكة الإنترنت في قارة أفريقيا، وكذلك سنبدأ في توجا بمشروع آخر حول تأمين الدخول في شبكة الإنترنت. هذه فرصة متاحة للجميع، وعلينا أن نبدأ في سبر كل هذه الفرص المتاحة.
كما تعرفون فإن الاتحاد الإفريقي لديه استراتيجية رقمية، وهي استراتيجية للتحول الرقمي في قارة أفريقيا، ونعمل على الصعيد القطري على تحسين تطبيق استراتيجية التحول الرقمي، وسنحاول ما هي المشاكل الأساسية على الصعيد القطري، وبالتالي فإن الحلول الوطنية والحلول المحددة التي تم الإشارة إليها من قبل المتحدثين السابقين تصبح حقيقة واقعة. شكراً. شكراً السيدة الميسرة. من أجل أن نحسن التواصل عبر شبكة الإنترنت وتوفير خدمة ذات أسعار معقولة، في رأيي هي أمر هام يتعين على المنظمين وعلى أصحاب المصلحة الآخرين وعلى واضعي السياسات الاستفادة منها والتدخل باستخدام الأدوات المتاحة لتحسين الاستثمارات في هذا المجال. يمكن أن يتم ذلك عن طريق سياسات لتعزيز ودعم الاستثمارات في هذا المجال، وكذلك وضع برامج تنظيمية. نستطيع أن نحسن من جودة ونوعية الخدمة التي نقدمها، وتوفير الخدمة بأسعار معقولة، وإتاحة الخدمة للجميع، وتحسين البنى الأساسية. يمكننا أن نعمل على تطبيق برامج مثل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشاركة الجميع، والبرامج الأخرى التي يمكن أن ننفذها هو أن نقلل الضرائب على الأجهزة، وبصفة أساسية الهواتف الذكية، وهذا يمكن أن يتم في إطار مشروع لدعم الأجهزة والمعدات بالتركيز على المناطق الريفية. ونركز أيضاً على المناطق التي يعيش فيها المحرومون. من ناحية أخرى علينا أن نضع مصادر بديلة للطاقة في المناطق الريفية. نعرف أن هناك مشكلة خاصة بالطاقة، وهذا يمكنه أن يعيق التواصل عبر شبكة الإنترنت. كل هذه الآليات والأدوات في مجال وضع السياسات من شأنها أن تؤدي إلى توفير التواصل عبر شبكة الإنترنت وسد الثغرات الموجودة، فضلاً عن العمل على رأب الثغرة بين مشاركة الجنسين، كما تعمل على إشراك المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة. شكراً جزيلاً. صوت المتحدثة غير واضح بالمرة، نعتذر وتتوقف الترجمة ونستأنفها عندما تتحسن جودة الصوت. مرحبا، شكرا حضرة الرئيسة. يبدو أن لي بعض التحيز. أعتقد أن الشباب وكذلك الأجيال القادمة يمكنها أن تكون الأجيال الأكثر ذكاءً وإبداعاً، وعلينا أن نسأل أنفسنا هل نقوم بتدريب هذه الأجيال القادمة أم لا؟ إذا ما أردنا أن نعجل من الوصول إلى هذه النتيجة، نحن بحاجة إلى أن نوفر التدريب لهؤلاء. أؤكد على مسألة التدريب كما تحدث السابقون الآخرون. علينا كذلك أن نعمل على توفير هذه الخدمة عبر قارتنا. نقوم أولاً بعمليات التدريب، وقد دربنا حتى الآن نحو 200 ألف من المواطنين بصورة حضورية، كما نعمل على تدريب المدربين، وأنفقنا نحو
العديد من الاستثمارات حتى نستطيع أن نحقق أهداف التدريب لدينا، ونشرك الحكومات وأصحاب المصلحة الآخرين، ولدينا العديد من المشاهدين الذين ينضمون إلينا في هذه البرامج التدريبية. أكرر أننا قد استطعنا أن ندرب نحو 200,000 من المتدربين بصورة حضورية، ونزمع الوصول إلى 3.8 مليون نسمة باستخدام هذه البرامج المختلفة. أؤكد على أن الشباب هم الأكثر ذكاءً، بحاجة إلى توفر الأدوات من أجل المشاركة بفعالية، فضلاً عن التأكيد على التدريب. سيدتي، لقد استغرقت دقيقتين وثانية واحدة. شكراً. شكراً. هل نوافق جميعاً على أن المهارات الرقمية هي تعتبر العمود الفقري للتوصل ب صورة ذات مغزى عبر شبكة الإنترنت، وما خلاف بشأن المنافع التي يمكن أن نحصل عليها من خلال توفير هذه الخدمة؟ نحن هنا نتحدث عن مجتمع الغد. في العام القادم، عام 2023، سيكون العام الأوروبي للاهتمام بالمهارات، وعام 2021 قامت المفوضية الأوروبية ب تحديد أهداف لهذا العقد. نحن نركز على أنه بحلول عام 2030 فإن المفوضية الأوروبية تؤكد على وجود أكثر من 20 مليون من المتخصصين في تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، كما نعمل على إشراك المرأة بصورة خاصة، ونحاول هنا أن نصل إلى نسبة نحو 80% من المواطنين الذين لديهم مهارات رقمية. بهذا الهدف نستطيع أن نقدم التدريب من خلال المؤسسات، وذلك عن طريق توفير الاعتمادات المالية من القطاعين العام والخاص. نحن بحاجة إلى عمالة مدربة وماهرة، ونعمل على رفع مهاراتهم من أجل المستقبل. ومن الأمور الخاصة برفع المهارات هذا عن طريق الشراكات متعددة الأطراف، وهو الأمر الذي نراه في كافة أنحاء العالم. والصناعة التي أمثلها تعمل مع الحكومات ومع المجتمع المدني بغية تحقيق هذه الغاية. ربما أذكركم أن الوقت مناسب الآن لزيادة الاستثمارات في هذا المجال. نحن بحاجة إلى شبكة إنترنت تعتمد على المعايير والمواصفات ذات الجودة العالية، وكذلك أن نعمل على تبني مقاربة من القاعدة إلى القمة. شكرا جزيلا. وأدعو الآن جنوة لي لأخذ الكلمة. تعتذر الترجمة الفورية إذ أن الصوت غير مسموع بالمرة. سنستأنف الترجمة ما أن يصلنا صوت المتحدث. نعتذر لأن صوت المتحدث غير مسموع بالمرة، ولا نتمكن من تقديم ترجمة دقيقة للمتحدث. تتوقف الترجمة الفورية، ونستأنف العمل عندما تتحسن جودة الصوت.
تعتذر الترجمة الفورية إذ أن الصوت الذي يصلنا من المتحدث لا يكفي للقيام بترجمة دقيقة. شكرا جزيلا. يوجد بعض المشاكل الفنية، ولكنني سأطلب من السيد ني أن يجيب على السؤال. السيد نيل، شكرا حضرة الميسرة. أؤكد على أنني كمعلم فأرى الشباب والأطفال يذهبون إلى المدارس من أجل التوصل إلى عدد من المهارات، وكذلك التعلم بشأن الإنترنت، حيث أن الجميع يعيش على الإنترنت، وبالتالي في الفضاء التقني نستخدم الإنترنت، ولكنها تسهم بصورة مختلفة للناتج المحلي الإجمالي. ونؤكد على أهمية التعليم من أجل التواصل عبر شبكة الإنترنت. يتعين علينا أن نعمل على تطوير الشراكات المختلفة والمهارات الفنية والرقمية حتى نستطيع أن نعمل على زيادة القدرات ودعمها. ونشعر أننا بحاجة إلى تعظيم هذه القدرات الفنية، ولكن في نفس الوقت علينا أن نتوخى الحذر. هناك بعض المسائل والمشاكل التي يقدر بنا أن نلتفت إليها وإلى حلها. علينا أن نتأكد تماماً من أن التعليم يقدم ما نحتاج إليه، وأن المؤسسات البحثية كذلك تساعدنا حتى نستطيع أن نمضي قدماً في أعمالنا. علينا كذلك أن نؤكد على أن التواصل عبر شبكة الإنترنت من شأنه أن يحسن جودة التعليم والتدريب. وعلينا كذلك أن نعمل على اللجوء إلى المناهج التعليمية حتى تساعدنا على شحذ طاقتنا وقدراتنا. علينا أن نعمل سوياً من أجل دعمنا. شكراً جزيلاً. والآن أطلب من السيد تولر أن يجيب على السؤال. شكراً جزيلاً. هناك بعض الأمثلة التي تم تقديمها من منطقة الكاريبي وخاصة في بربيدوس. كنت أعمل في مشروع خاص بالسفراء الرقميين، ونؤكد على أن التعليم يكون مجاناً، ولكن هذه الأمور خاصة بالقيام بدراسات عبر الحاسوب، إذا ما كان هناك أي خدمة رقمية تقوم الحكومة بتقديمها، وبالتالي نعظم من قدراتنا حتى نستطيع أن نقدم الخدمات الرقمية، ونركز على المدارس بحيث يمكن لجميع الأجيال القادمة أن تشارك معنا، وخاصة من ذوي الاحتياجات الخاصة. نؤكد على تعميم التحول الرقمي، وهذه هي المبادرات التي نركز عليها بحيث نستطيع أن ندرب الجميع بشأن هذه المهارات. وبالتالي يوجد الكثير من المبادرات، ونحن في مؤسساتنا نعمل من أجل تضمين مشاركة المرأة والفتيات، ونستخدم العديد من هذه المبادرات حتى نستطيع أن نحقق الدعم. شكراً. شكراً جزيلاً صاحب المعالي تيموثي ماسيو. شكراً السيدة المناشطة. إن السؤال المتعلق بالمهارات الرقمية في غاية الأهمية. نحن نسعى إلى بناء قدراتنا
اللي لدى قدراتنا الرقمية، لدى الحكومة، لدى العمال في الشركات المتوسطة وصغيرة الحجم. ونحن نعمل أيضا مع وزارة التربية الوطنية بغية ترقية المناهج الدراسية ووضع مناهج رقمية، ونحاول أيضا محو الأمية الرقمية لدى التلاميذ وأهليهم، ونحاول جاهدين بألا ندع أحدا يتخلف. وسوف نطلب أيضا إلى قطاعنا وشركائنا أن يدعم التربية الرقمية للمزارعين والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. نحن نحاول وضع مختبرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المدارس والجامعات وفي الجامعات والمدارس الثانوية، حتى نشمل الشباب، الفتيات، المعوقين، وحتى يتمكن الجميع من الاستفادة من هذه التكنولوجيا. ونحن نطلق حملات توعية على نطاق البلاد، وعندما وصلت شبكة الإنترنت إلى بلادنا منذ فترة قريبة قد عصفت بالبلاد، فإن الكثيرين لم يعرفوا كيف ينبغي استخدام هذه التكنولوجيا، فكان علينا أن نسعى إلى تجنب سوء استخدام الشبكة ومواقع التواصل الاجتماعي. ونحن نتعاون مع قطاع الإنترنت لوضع برامج تدريب، ونحن وقعنا على مذكرات تفاهم مع الجامعات لاعتماد المناهج، ونعمل مع شركات الحواسب على مشاريع محو الأمية الرقمية. ونحن وقعنا مذكرة تفاهم مع إبنيك، ونرحب كون سيسكو سوف تشارك من خلال اتفاق المنشطة مقاطعة. شكرا صاحب المعالي. أعطي الكلمة الآن للسيدة دورين بوغدان مارتن، وأطلب إليها أن تجيب بدورها على السؤال. أود لو سمحت العودة إلى شيء ذكره رودني، أي أنه أكبر معادل، ولكن إن ذلك يستدعي اقتناء المهارات الرقمية، وإن الباحثين قد أظهروا من خلال دراساتهم أن الافتقار إلى المهارات الرقمية هو أكبر عائق، فنحن بحاجة المزيد من التربية ومن تلقين للمهارات الرقمية، وإن التوعية والمهارات الرقمية ينبغي أن تدرس في المدارس حتى في الصفوف الابتدائية، لا سيما في أن جهودنا التوصيلية تزداد، وإن المهارات الأساسية الضرورية تتعلق اليوم أيضا بالمعلومات عن وسائط الإعلام وعن السلامة في استخدام الشبكة. في طبيعة الحال فإن الاتحاد الدولي للمواصلات سوف يؤدي دوره في هذا المجال من خلال التدريب على المهارات الرقمية. ذكرت رودني الأكاديمية ومركز التحول الرقمي، ونحن لدينا 7 مراكز في إفريقيا نركز على محو الأمية الرقمية على تدريب المدربين، ونحن نتعاون تعاونا وثيقا مع منظمة العمل الدولية. تعتذر المترجمة إن صوت المتحدثة رديء. نحن ننظم مراكز للتشفير والبرمجة في إفريقيا، ولدينا شركات عالمية لا سيما تلك التي تستهدف المبرمجات من البنات، ونركز بالتحديد على الشباب. شكرا جزيلا تقول المحاورة. ننتقل الآن إلى السؤال التالي.
إذا نتطلع إلى عالم بعد الجائحة، ما هي الدروس التي يمكننا أن نستخلصها من الجائحة فيما يتعلق بالبنى التحتية الرقمية التي تؤثر على تنمية البشرية؟ وأود أن حدثكم عن وضع بربادوس، حيث هناك نسبة اختراق ب 80%، ولكن عندما عصفت الجائحة وحجرنا فقد وجدنا أن لدينا الوصول، ولكن كنا نفتقر إلى الأجهزة لكفالة الوصول. ففي عائلة ثلاثة أطفال، الوالد والوالدة، الأطفال بأعمار مختلفة وصفوف مختلفة، الأهل يعملون منزل ولكن جهاز واحد، حاسوب واحد أو هاتف واحد. إذن علينا أن نحدد إطارا لهذا الحديث. يمكن الوصول إلى التكنولوجيا، ولكن ماذا عن توفير وإتاحة الأجهزة بثمن معقول؟ ولك الكلمة سيدي. السيد جون هوالي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، عفوا، إنه الأمين التنفيذي الانتقالي للجنة الاقتصادية الأفريقية. إن الجائحة قد انطوت على تحديات للكثيرين في المدن وفي الأرياف، ولكن قد بينت قيمة الانتقال والتحول الرقمي. أي أننا تمكنا من إيجاد حلول جزئية على الأقل لبعض مشاكلنا، كالابتياع عن بعد الذي يسر وصول أفريقيا إلى بعض السلع والخدمات. إن المترجمة تعتذر فالصوت غير سليم بما يتيح ترجمة دقيقة. إن التكنولوجيا سمحت لنا أيضاً أن نوفر اللقاحات لأفريقيا. أود أن أذكر اجتماع القمة للاتحاد الأفريقي، حيث أنه تم التسليم بأن التحول الرقمي أساسي لبلوغ الغايات المنشودة، وعلينا أن نبين أهمية القيمة التي توفر هذه التكنولوجيا في أكثر من بلد. على سبيل المثال، فإن دراسات تبين أن الاستثمار في التحول الرقمي سوف يساهم في زيادة إجمالي الناتج المحلي، فإن ذلك يجلب انتباه وزراء المالية الذين ينشرون الموارد ويستثمرون في البرامج ذات الصلة. نحن نحتفل بإنجازات كثيرة اليوم من رواندا إلى دول أخرى، وهي دول قد سلمت بأهمية تطوير مبكر للتكنولوجيا الرقمية. فعلينا أن نستثمر في هذا النظام الإيكولوجي الجديد، علينا أن نستثمر في أفريقيا، فإن تكلفة التوصل إلى الإنترنت باهظة للغاية. وكان لابد من مقارنة الجهود المبذولة في جزء من أفريقيا مع الجهود المبذولة في أجزاء أخرى للاستفادة من الممارسات الطيبة وللتوصل إلى شبكة واحدة. تعتذر المترجمة، إن الصوت متقطع. المحاورة، أعطي الكلمة الآن للسيدة بولا إنجابيري، وزيرة المعلومات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في رواندا. شكرا السيدة المحاورة، أشكرك على نقل إلينا تجربة بربادوس. نحن ما شاهدناه هو جراء الجائحة تسريع للحالة، حيث أنه كان لابد من القيام باستثمارات. نحن أدركنا في طبيعة الحال أن الوصول أمر واحد، وأدركت دول أخرى أن هناك إذن إحصاءات متدنية فيما يتعلق بالاستخدام
وقد ذكرت بأن عدد الأجهزة هو حيوي لكي يسمح لأعداد أكبر من الأفراد أن يستفيدوا من البنية التحتية الإنترنت التي تم مدها ونشرها. وسوف نسعى في المستقبل أن نسأل أنفسنا لمواجهة أي كارثة مقبلة في العالم، ما إذا كنا مستعدين على الأقل تكنولوجيا على مواجهتها. اليوم نحن رأينا كيف أن أماكن العمل قد تغيرت باعتماد نماذج العمل الهجينة، وإن ذلك ينسحب أيضا على المدارس، وإن ذلك يستدعي التسريع في الاستثمار في البنى التحتية وفي كل الجوانب التي ناقشناها كالتدريب، توفير الأجهزة، المضمون، اللغات، توصيل المضمون بشكل مثير للانتباه، والسهر على إتاحة هذه الخدمات بكلفة معقولة. هذه هي التجربة التي نستمدها من جائحة كوفيد-19. شكرا، وأعطي الكلمة الآن لسيد أونيكا ماكواواكوا. شكرا السيدة المحاورة على نقل تجربة بلادك التي تبين أوجه عدم المساواة التي بيّنتها تجربتنا لجائحة كوفيد-19. نحن قد بلغنا مرحلة فيما بعد جائحة كوفيد حيث أن للسياسات الرقمية حيث أنه تم فهم السياسات الرقمية بشكل أكبر، وعليها أن تتوغل إلى قطاعات أخرى. لذلك لابد من التعاون اليوم حتى نسهر على سد احتياجات الجميع، وحتى نسهر على أن تشمل السياسات الرقمية كل القطاعات من صحة وتربية، بغية تحسين حياة العالم. فمن الواضح من خلال هذا النقاش أننا بحاجة إلى موارد بغية سد أوجه عدم المساواة. وإن ممثلة الاتحاد الدولي للاتصالات قد ذكرت أن هناك 428 مليار دولار ضروري لكي يكون الجميع متصلا على الشبكة، وعلى الحكومات أن تقطع التزامات في هذا الصدد. ولن يفوتني أن أقول إن الجائحة قد أدت إلى زيادة للعنف الجنساني على الخط، وإن ذلك غير منتج إذا ما أردنا أن نشرك الجميع رقميا، وبالتالي علينا أن نعتمد سياسات تؤدي إلى القضاء على العنف على الخط ضد المرأة، فإن ذلك عامل أساسي يساهم في الهوة بين الجنسين على الخط. شكرا السيد لي، هل لك أن تعلق على هذا السؤال؟ شكرا السيدة المحاورة، آسفا على طلب الكلمة مجددا، كنت أود أن أنقل معلومات إلى كل المشاركين فيما يتعلق بالدروس المستخلصة من الجائحة. في شهر سبتمبر أيلول المقبل سوف تستضيف الأمم المتحدة قمة لأهداف التنمية المستدامة، وأعتقد أننا سوف نلتقي للتعليق على موضوع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وقد تكون فرصة سانحة لنا كل أطراف الشأن أن نأخذ في عين الاعتبار كل ما ينبغي أن نحققه حتى نبلغ أهداف التنمية المستدامة. ثانيا، إن الأمين العام قد اقترح إطلاق ميثاق رقمي عالمي يعتمد في عام 2024 عندما تستضيف الأمم المتحدة قمة المستقبل، ونحن قد طلبنا إلى كل أطراف الشأن أن يقدموا مساهمة، ونرجو منكم مساهماتكم في هذين الصددين. شكراً.
وأعطي الكلمة الآن للسيد كوينور رئيس غانا دوت كوم. شكرا السيدة المحاورة. تعتذر المترجمة إن صوت المتحدث غير واضح. نحن حاولنا أن نستفيد من منافع التطبيقات التي تحل مشاكل، ولكن ظهرت تصدعات عندما عصفت الجائحة، ونحن كنا نلتمس المنافع من الإنترنت في المنازل. وتمكن المشغلون أن يتواصلون مع موردي المضمون الدولي، إلا أن الإنترنت لم يتوخل بفعالية في الاقتصاد المحلي وفي النسيج الاجتماعي، ويبدو وكأن المضمون لم يتابع نقاط القوة، ويبدو وكأن هياكلنا لم تكن جاهزة لمثل هذه التجارب، تجارب الإجهاد هذه. لم يتمكن مواطنون أن يكتسبوا الخدمات المحلية. إن الحياة على الخط لم تكن جزءا من النمط المجتمعي، ولكن بعد الجائحة يبدو وكأن النمط تغير وتحول. تعتذر المترجمة، كان المتحدث غير واضح. السيد سكولي لك الكلمة. نعم، قد أصبت في القول في إشارة إلى التسريع في اعتماد البنى التحتية الرقمية والتجارب التي واجهتها تلك. فهناك هيئات كثيرة قد واجهت تحديات الجائحة في مجال الصحة والتربية، السلطات من القطاعين العام والخاصة، الشركات بيع بالتجزئة بالتحديد، واعتماد برامج لقاح ناجحة. ولكن علينا أن نتأكد من أننا سوف نضافر جهودنا لكي نلتقط هذا التغيير، وعلينا أن نطارد الأطراف الفاعلة السيئة التي كانت تحاول الاحتيال على الشبكة. أود أن أرحب بمنتدى حوكمة الإنترنت لأنه ييسر النقاش ويقدم مساهمة إيجابية، وإن عدم اتخاذه أي قرار يمنحه الفرصة في مناقشة كل الأفكار دون أن يلتزم بأي قرار أو توصية. فمن الأهمية بمكان أن نسعى إلى توفير تكنولوجيا للشباب، وإن هذا النقاش يتم مع القطاع العام والخاص ومع شركات التكنولوجيا بغية مساعدة الشباب على الوصول إلى البنى التحتية الرقمية. شكرا. السؤال الأخير قبل أن ننهي هذا الحوار، ما هي التدابير القائمة لكفالة توصيل أقل كلفة وذات معنى وشاملا في أفريقيا وخارجها، وما هي ما هو الإطار الدولي الذي نحن بحاجة إليه لنكول هذه الجهود ونحقق أهداف تنمية مستدامة؟ السيد تايلور تفضل. شكرا. نحن نحاول نشر نقاط تبادل الإنترنت لزيادة الحركة على الشبكة، لأن الإنترنت العالمي يعني المزيد من الحركة الدولية، وإن ذلك ينطوي على كلفة، وهناك نظام إيكولوجي علينا أن نستفيد منه لتحسين الوصول على الإنترنت. وأعتقد تحدثنا أيضاً
عن ضرورة الخدمة العالمية، فلا داعي لوضع الملايين من الدولارات في الحسابات إن لم يتم استخدامها لابتياع الأجهزة والتدريب. إن مسألة التوصيل قد تكون حقاً عالمياً، وعندها ينبغي أن نعالجها، أن نعالج التوصيل على أنه حق عالمي يدرج في سياق ميثاق رقمي عالمي ويوفر كل الموارد لا سيما للدول النامية لكي تتمكن من توصيل أنفسها. شكراً، شكراً للسيد تايلور. السيد معالي الوزير ماسيو. حكومة بابوا غيني تعمل بشكل وثيق لأجل سد الثغرة الرقمية وضمان الولوج العالمي وضمان ألا نترك أحدا خلف الركب. لذلك نشدد على أهمية أن تقوم النساء والفتيات والأشخاص من ذوي الإعاقة ألا يتم تركهم خلف الركب. وفي الأسبوع المنصرم كان لدينا الحلقة الدراسية الخاصة بسياسة الوصول العالمي، وقمنا بوضع الأهداف والغايات المتعلقة بعمليات الاتصال، ولدينا خطة جديدة لضمان العمل بالنسبة لاتصال واسع النطاق. وفي هذا الإطار من المهم بمكان إشراك النساء والفتيات والأشخاص من ذوي الإعاقة في هذه العملية، لذلك نركز على المجالات الخاصة بهذا الموضوع. ولدينا خطط نود إطلاقها ذات الصلة بعملية الاتصال والولوج والكلفة الميسرة، ولا نود أن نترك إخواننا من منطقة المحيط الهادئ يتخلفون عن الركب. شكرا. سيتوجب علينا أن نختتم المداخلة عند هذا الحد، والآن أعطي الكلمة لسعادة ليون إمبوبو. وصوت المتحدث متقطع ورديء، ما يصعب معه فهم مداخلته وترجمتها، وسنعاود خدمة الترجمة عندما يتحسن الصوت.
شكرا. لأجل تحقيق خطة 2030 من المهم بمكاننا نأخذ بعين الاعتبار العناصر المختلفة، أي البنية التحتية والمعايير والحوكمة والاستثمار والكفاءات الاستثمار، حتى نتأكد من أن منتدى الحوكمة حوكمة الإنترنت يلبي الاحتياجات. ولدينا الاتفاق الرقمي و نحن جزء من هذا الإطار الدولي الهام. أعتقد أن من التدابير القوية أن نقوم بوضع أهداف التنمية المستدامة المتفق عليها بالنسبة للإنترنت، ويتم الاتفاق عليها بشكل من جانب أصحاب المصلحة المختلفة، وهذا جزء من أهداف التنمية المستدامة، إلا أننا يمكن أن نستغل هذا الزخم عفوا لأجل المستقبل ولأجل وضع الأهداف التي نود من خلالها النظر في العقد القادم. إن الدول والمناطق تعمل على هذا الجانب، لدينا عقد الرقمنة ونرى أن العمل جاري. وأود أن أقول كلمة أخيرة حول أهمية هذه العملية، يجب أن تكون شاملة، وهكذا سنتمكن من تحقيق الاتصال العالمي وبأسعار معقولة وذات مغزى إذا أكدنا على الشمولية. وبالتالي يجب أن ننظر خارج مجتمع الإنترنت وأن نعمل على إشراك تلك القطاعات ذات الصلة بالإنترنت مثل البنوك خدمات الصحة. نعتذر ويجب أن نتوقف عند هذا الحد. شكرا. الكلمة الآن للسيد فارغو. شكرا جزيلا. من الصعب دائما أن أتحدث في النهاية لأن الكل يكون قد تحدث. أود أن أتقدم ببعض التعليقات العامة. ما هي المشاكل التي عانينا معها مع جائحة الكوفيد؟ اليوم لدينا 8.4 يطلبون الانضمام إلى الإنترنت، وصوت المتحدث غير واضح، ما يتعذر معه الترجمة بشكل صحيح. هناك تجزؤ للإنترنت، والتجزؤ معناه يعني أنك لا يمكن أن تتصلوا بالإنترنت كليا. وتعتذر المترجمة مرة أخرى لرداءة الصوت من المصدر، ونعود الترجمة عندما يتحسن الصوت. عندما ننظر إلى أفريقيا، من المهم بمكان أن نعمل على بناء النظم الإيكولوجية ذات الصلة بالإنترنت. ونعمل على تعزيز بناء القدرات في هذا المجال. وتعتذر المترجمة لرداءة الصوت وعدم توفر النص أيضا لدى المترجمين، ما يتعذر معه الترجمة. الآن أعطي الكلمة للسيد بلاتشي الريبا من هيئة الاتصالات الأثيوبية، ولك دقيقة ونصف، ودقيقة ونصف غير كافية يقول المتحدث حول هذا السؤال. سيدتي الميسرة، هل لك أن تكرسي 10 ثواني لتوضيح السؤال؟ صحيح. ما هي التدابير المعمول بها حاليا لضمان اتصال أكثر بأسعار معقولة وذات مغزى وشاملة في أفريقيا وخارجها؟ وما هو نوع الإطار الدولي الذي نحتاجه لاستكمال خطة 2030 وتحقيقها؟ لدينا الأهداف تحت خطة 2030، ولدينا العمل مع منظمة الاتصالات الدولية، وكل ذلك يساعدنا لإحراز تقدم. وهناك مجالين نركز بشكل أساسي على عملية إصلاحات الطيف
أعرف أننا هناك العديد من الدول الأفريقية التي تركز في هذه النقطة في إطار الاتفاقات المبرمة مع الاتحاد الدولي للاتصالات، ونعمل على التركيز على الابتكار قدر المستطاع، وفي بعض الدول فإن هذا التقدم يواجه بعض الصعوبات والمعوقات. أمل أنني لم أتخطى 50 ثانية وتم إعادة 10 ثواني لك يا سيد سكالي. الأمر لا يتعلق بالتشريعات ولكن بالسياسات والأطر، ويجب أن نعمل إلى جانب الاتصالات حتى نفهم، ونحتاج إلى بناء الإطار والتركيز على الخبرات المحلية والمجتمع المدني الذي يساعد في الحصول على أو الولوج إلى الإنترنت، والتأكيد على الربط من خلال هذه الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ونعمل أيضا على مستوى الربط من خلال مشاريع مثل تلك التي نفذناها في كينيا، و أيضا التشريعات في نيجيريا. وهذا يعيدنا إلى ما تحدثنا عنه في السابق بالنسبة للأجهزة. لقد كنت في كينيا منذ عدة أعوام، وكنا نركز على الحواسب الآلية لتحسين التعليم لأجل ضمان تعليم أفضل، وأيضا من خلال الأطر التي كانت تنظمها حكومة المملكة المتحدة ومن قبل حكومة أخرى. شكرا جزيلا. وقبل أن نختتم سأقدم تحدي لكم جميعا، دعوني أرى إلى أي مدى أنتم رائعون. إذن 30 ثانية وسأبدأ بك سيد ماسيم. شكرا جزيلا. نود أن تتوفر السبل للمجموعات الريفية الحصول على الاتصالات، وعلى سبيل المثال توفر خدمات أفضل لأجل المستشفيات والعيادات الطبية، وأيضا بالنسبة للأطفال أن تحصل على اللقاحات، وفي المدارس أن يتمكن التلاميذ من الحصول على خدمات الإنترنت بكلفة صفرية. هذا هو ما نود أن نقوم به في مجال الإنترنت. شكرا جزيلا. السيدة بولا إنجلبير. أعتقد أننا قلنا كل هذه المسائل من خلال مداخلات المتحدثين المختلفين. ما هو أساسي هو بناء الشراكات التي من شأنها أن تسمح لنا بسد الثغرة التي أشرنا إليها، ولكن ستسمح لنا أيضا بإحداث الأثر. شكرا جزيلا سيد سكالي. شكرا. أود أن أشكر منتدى الحوكمة الذي أتى بنا إلى هذا المنتدى، وركزنا على كيفية سد الثغرة الرقمية، ولأجل ذلك يجب أن ندخل في شراكات، وزملائي سيحضرون عدد من الجلسات التي ستعقد هذا الأسبوع والتي ستعدنا على فهم كيف يمكن لنا أن نحقق اتصالا عالميا وبأسعار معقولة وذات مغزى للجميع. شكرا جزيلا سيد ريبل. شكرا جزيلا. إذا ما أردنا أن نحقق اتصال عالمي وبأسعار معقولة وذات مغزى، نحتاج إلى اللجوء إلى الخبرات الشعب، ولأجل ذلك نتحول إلى الإنترنت عالي السرعة، وأيضا عملية الربط وعملية الاستخدام غير المتجزئ. شكرا. ولقد تحدثت في 30 ثانية. السيد لي، أود أن أقول كلمتين. الملكية بالنسبة لكافة أصحاب المصلحة لمنتدى حكمة الإنترنت، والأمر الثاني العمل، دعونا لا نتوقف. شكرا جزيلا السيد بيدرو. س
سيكون عالم الغد أكثر تعقيدا من عالمنا اليوم، لذلك يجب أن نعمل على الاستثمار في القدرات والكفاءات، لأن الإنترنت في قلب كل ذلك. وأنا متحمس للغاية لما يحدث الآن. لدينا مجموعة من العلماء في مجال الإنترنت في أفريقيا، ونحتاج إلى أحراز تقدم على هذا المستوى، لأن نحتاج إلى التحليل المتعددة القطع. السيدة مارتن، إذن عملية الربط العالمية وبأسعار معقولة وذات مغزى، وسأضيف إلى ذلك إمكانيات التعويل عليها والمصداقية. يجب أن نعمل جميعنا سويا مع التركيز على الحصول وخلق القيم، وذلك حتى نطلق قوة الربط الرقمي. شكرا. شكرا السيدة تايلر. 30 ثانية هي كافية كي أشكر أمانة منتدى حوكمة الإنترنت لإدراجنا في هذا الحوار، وسنستمر داخل هذه المجموعة في التعاون والشمولية. لدينا عدد كافي من الأهداف والمفكرين لكي نحقق عملية ربط ذات صلة. شكرا. شكرا جزيلا لسيد كوينر. شكرا أيتها الميسرة. لقد قطعت أفريقيا شوطاً طويلاً في 30 عاماً المنصرمة فيما يخص الإنترنت، وقبل أن نذهب إلى الأمام نحتاج إلى العودة إلى الوراء بعض الشيء لنرى ما هي الأمور التي أنجزناها وأين أخفقنا، ونعرف أنه ما من حل يناسب الجميع. نحتاج إلى الطموح والإسراع، وربما نحتاج إلى الإشراك على المستوى المحلي وأيضا التضامن الدولي. شكرا جزيلا. السيد فورد، أنا أشعر بإيجابية عالية تجاه المستقبل. لدينا عمل كبير للقيام به، والنماذج الأساسية والمتحدثون أشاروا إلى أهمية المسائل الجارية، إلى أنني لازلت أعتقد أننا نحتاج إلى أهداف تنمية مستدامة للإنترنت حتى نجعل العمل ذو قيمة ونذهب في الاتجاه الصحيح. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. التنمية هي أساسية، صوت المتحدث غير واضح، علاوة على أنه يتحدث بسرعة عالية دون توفر النص. من المهم بالنسبة لنا أن نستمر في الاطلاع بهذا العمل حتى يكون لدينا عالم واحد متصل بين متصل بعضه ببعض. نشدد على أهمية الشراكات بين أصحاب المصلحة، ولكني لا أرى أحد يومئ برأسه. أنا هنا في هذه القاعة وأقر بالموجودين في هذه القاعة، وفهمت أن لدينا 3 أيام حتى نتحدث سويا عن الفرص والتحديات مثل التوازن الجنسي عبر الإنترنت وكيف نعالج هذه المشاكل. وزملائي هنا سيستخدمون هذا الوقت بشكل منتج لهؤلاء الذين ليس لديهم حظا وافرا. أونيكا، أنت الأخيرة للتحدث. الإقصاء الجنساني يكلف الكثير من الأموال لبلادنا. لدينا أموال كثيرة تصرف في الفلبين، ويجب أن نتأكد من أننا نعمل على التعميم الجنساني في سياسات التكنولوجيا والمعلومات، وهو أيضا غير مكلف ويجب العمل على التأكيد على ذلك. شكرا جزيلا. وإلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الجلسة، وأود أن أشكر الجميع على الحضور، وأشكر فريقي
كانت هذه مناقشات مثرية سيما بالنسبة لهؤلاء الذين انضموا إلينا عبر الإنترنت. شكرا جزيلا. والآن نتطلع إلى تقرير المقرر لنرى كيف يمكن أن نمضي قدما حول هذه المبادرات وعمليات التعاون. وأطلب منكم التصفيق عفوا للمتحدثين. وبالنسبة للمتحدثين وعبر الإنترنت سنقوم بأخذ الصورة الجماعية. شكرا لكم جميعاً.